ما الفرق بين الطرواجي وال4G؟ تقنية الجيل الثالث. إن كلمة الجيل الثالث تعبر عن ثالث جيل في تقنية الاتصال اللاسلكي، وتتفوق على ما سبقها من التقنيات اللاسلكية كونها تتمتع بسرعة عالية في نقل البيانات، كما أنها تضمن بقاء الاتصال فعالا حتى عند التجوال والتنقل وغير ذلك من المزايا. تستخدم تقنية الجيل الثالث بشكل أكبر في الهواتف المحمولة، وذلك لتوفير وسيلة للاتصال بشبكة الإنترنت أو لتحميل ورفع البيانات أو إجراء الاتصالات الصوتية أو اتصالات الفيديو، وذلك لكونها متوفرة في أي مكان بعكس تقنية الواي فاي والتي تتطلب من المتصل أن يكون قريبا من جهاز موجه ذو الروتر. تقوم بنية هذه التقنية على معايير الاتحاد الدولي للاتصالات ضمن أطر برامج الاتصالات النقالة العالمية تحت الرمز EMT 2000، وتقدم للمستخدم تقدم خدمات ذات نطاق واسع. إن تقنية الجيل الثالث هي عبارة عن مجموعة من التقنيات والمعايير التي منها WVCDMA وشبكات المناطق المحلية اللاسلكية بالإنجليزية ولان، والراديو الخلوي سيلولر راديو وغير ذلك. ليتمكن الهاتف من الاتصال بشبكة الإنترنت باستخدام تقنية الجيل الثالث، فيجب أن يدعم هذه التقنية من الأساس، كما أن هذه التقنية تستوجب اشتراكا مع مزود للخدمة، ويتم الاتصال عبر شريحة سيم كارد. تتراوح سرعة نقل البيانات في تقنية الجيل الثالث بين 128 كيلو بايت في الثانية و384 كيلو بايت في الثانية، فهي تكون ما بين 128 كيلو بايت بالثانية و144 كيلو بايت بالثانية في حال كان الجهاز المتصل يتنقل بسرعة. أما في حال كان الجهاز يتنقل ببطء، أي كأن يكون حامل الجهاز يمشي سيرا على الأقدام، فتكون السرعة في أقصاها وتصل إلى 384 كيلو بايت في الثانية. بمقارنة تقنية الجيل الثالث مع ما سبقها من التقنيات، فإنها تتميز عنها بما يلي: تعد تقنية الجيل الثالث أسرع بكثير في نقل البيانات من التقنيات السابقة، لديها جودة أفضل في البث الحي لمقاطع الصوت والفيديو، إمكانية مشاهدة قنوات التلفاز عبر الإنترنت، وإمكانية تصفح شبكة الإنترنت بسرعات عالية. الآن تقنية الجيل الرابع. يعبر مصطلح الجيل الرابع عن رابع جيل في تقنية الاتصال اللاسلكي، وقد تم توفيرها لأول مرة من قبل شركة سبرينت الأمريكية في بداية سنة 2009، وقد أصبحت هذه التقنية متاحة من قبل معظم شركات الاتصالات في أغلب مناطق الولايات المتحدة الأمريكية. تعد تقنية الجيل الرابع التقنية الأحدث من تقنية الجيل الثالث، وهي أسرع منها بما يصل إلى 10 أضعاف، وأتت الحاجة لتقنية أكثر سرعة نظرا لتطور الأجهزة الخلوية وأجهزة الطابلت وحاجتها لتقنية اتصال سريعة، فقد أصبح بمقدور هذه الأجهزة بث مقاطع الفيديو والصورة بثا حيا. إن تقنية الجيل الرابع ليست متاحة لجميع الأجهزة، حيث تتطلب أن يكون الجهاز المستخدم يدعم إمكانية تبادل البيانات بسرعة 100 ميجا بايت بالثانية على الأقل. بإمكان شركة الاتصالات توفير خدمة الجيل الرابع من خلال تقنية تطور طويل الأمد LTE، تقنية تطور طويل الأمد، أو من خلال تقنية الواي ماكس، ولكن في كلتا التقنيتين يتم استخدام تقنية OFDM لحزم البيانات وإرسالها. كما تضم تقنية الجيل الرابع مجموعة من التقنيات والمعايير الأخرى، وهي تقنية CDMA 2000 EVDO وتعدد المدخلات وتعدد المخرجات، تقنية OFDMA. توجد العديد من الخلافات بين شركات الاتصالات حول تسمية تقنية الجيل الرابع بهذا الاسم، فلو تم النظر إلى تعريف تقنية الجيل الرابع حسب الاتحاد الدولي للاتصالات، فيمكن معرفة بأنه لا توجد أي شركة اتصالات توفر خدمة الجيل الرابع بشكل حقيقي. أصبح مصطلح الجيل الرابع يستخدم لأغراض تسويقية، فهو يعبر عن الشبكة التي توفر سرعات تحميل تفوق سرعات تقنية الجيل الثالث، وهذا من منظور شركات الاتصالات هو الأهم لعملائهم. تختلف سرعة نقل البيانات في تقنية الجيل الرابع من شركة لأخرى، فتحميل البيانات بشكل عام أسرع من رفع البيانات في معظم الشركات، حيث تصل سرعة التحميل إلى 12 ميجا بايت في الثانية في شركة فيرايزون
الأمريكية والتي تستخدم تقنية تطور طويل الأمد لتوفير خدمة الجيل الرابع LTE، كما تصل سرعة الرفع إلى 5 ميجا بايت في الثانية. أما في شركة سبرينت والتي تستخدم تقنية الواي ماكس، فتصل سرعة التحميل لخدمة الجيل الرابع إلى 10 ميجا بايت بالثانية، وسرعة الرفع إلى 1 ميجا بايت بالثانية. لتقنية الجيل الرابع العديد من المميزات، ومنها دعم العديد من خدمات النطاق العريض كإمكانية البث الحي للصورة، بالإضافة لدعم الوسائط المتعددة التفاعلية Interactive Multimedia والإنترنت وغير ذلك. من مميزات التقنية أنه يعتمد على بروتوكولات الإنترنت الأدريس إي بي، سرعة عالية بالإضافة لسعة كبيرة، تكلفة قليلة لتحميل البيت الواحد، تدعم جميع تقنيات الشبكة المعروفة كالبلوتوث ومعايير WCDMA، دعم أنظمة الاتصال اللاسلكي الأقدم كتقنية الجيل الثالث، توفر خدمات عديدة تعتمد على مبدأ جودة الخدمة The Quality of Service. لو تمت مقارنة سرعة تحميل تقنية الجيل الثالث بسرعة تحميل الجيل الرابع، وبإهمال جميع العوامل التي قد تؤثر في سرعة الاتصال والتحميل، فإن سرعة تقنية الجيل الرابع تفوق سرعة تقنية الجيل الثالث بعشرة أضعاف، على فرض أن جودة اتصال كلتا الشبكتين بأفضل حالاتها، حيث تصل سرعة التنزيل في تقنية الجيل الرابع إلى 1 جيجا بايت في الثانية، أما تقنية الجيل الثالث فتصل إلى 100 ميجا بايت في الثانية. وبالنسبة لسرعة رفع البيانات، فتصل 500 ميجا بايت في الثانية للجيل الرابع، و5 ميجا بايت بالثانية لتقنية الجيل الثالث. وإن الترددات الراديوية المستخدمة في بث تقنية الجيل الرابع تتراوح بين 2 جيجا هرتز و8 جيجا هرتز، أما بالنسبة للجيل الثالث فهي تتراوح ما بين 1.8 جيجا هرتز و2.5 جيجا هرتز.